السلام عليكم عشاق وعشيقة الدرجات النارية. لأول مرة كيدخل القناة ما نستناو يشترك ويدق على جرس باش توصلو كل جديد. اليوم غادي نشوفو واحد ثلاثة الأرقام قياسية اللي قاموا بهم بالدراجة الهوائية اللي وصلت السرعة تاعهم حتى 280 كيلومتر، يعني اللي شحال موتور ما كيشداش. واليوم غادي نشوفو معنا الفيديو